نظراتي نظراتي يقول كلمة استثار الشعور أذكر بداياتي آتي فتيلة الفكر بالأبيات أولعها ما ضدها عن النمير ولا عن اللاتي وبكثر ماني مطل فيها مشبعها نفسيتي ما هي ضمن أولوياتي خصوصا إن شفت بنتن ما توقعها من يوم مرت وأنا شاعر بكلماتي قلبي معاها وعقلي ما هو معها تقرأ بعيوني من أسراف ابتساماتي واقف وبعيوني الثنتين أتبعها مستنزف الوقت واستنزفت نظراتي نظراتي بغيرها ماني مضيعها اللي استدارت أغير في قراراتي والكلمة اللي أطلعها أرجعها واللي وقفت طولها يملى فراغاتي واللي مشت قلت مدري وش يجمعها لأنها تلحق السابق على الآتي وخطواتها عكس يديها أتوزعها أكبر خسارة تحصلها على بياتي راحت ولا أدري صراحة كيف أسمعها الله الله حسانك أكيد أنا متابعك كل واحد تسمع قصيد أقول أجل شيرها من النظرات اللي تخاف.